أدرك العالم أن قدرتنا على المساهمة في التحولات الدولية دائما نثبتها ودائما نؤكدها. فالتحولات التي تعرفها كرة القدم على مستوى العالم، فلم يعد كأس العالم محتكر على أوروبا أو على أمريكا اللاتينية، أصبح في منال الجميع، ولكن فقط شيء من العمل والاعتماد على الطاقات المغربية. وحينما اعتمدنا على الطاقات المغربية وعلى مدرب مغربي وعلى لاعبين مغاربة، تأكد في الأخير بأننا نستطيع أن نحصل على الانتصارات وأن نلحق الهزائم. وأنا متأكد بأنه فريقنا الوطني سيذهب بعيدا، وإن شاء الله سينتصر في المقابلة المقبلة وسينتقل إلى الدور الثاني، وأنا متأكد من ذلك. فالثقة نعم لا، على كل هذه متمنياتي وطموحي يا ريت، وعندي ثقة. يعني ما هو لا يوجد شيء مستحيل، حينما يريد الإنسان إرادة فيصل إن شاء الله. سيد الوزير، توقعاتك النتيجة للمباراة مع كندا؟ لا، سننتصر على كندا بثلاث إصابات لصفر إن شاء الله.